يا من تريد بأحمد النسبا ترجو به أن تصعد الرتبا وتعيش في روض تنال به خير الحديث بصحة كتبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله: باب النهي عن بيوع كانت الجاهلية تبتاعها. النهي عن بيوع كانت في الجاهلية وكانت الجاهلية تبتاعها. كومالك جوري كرينو فروشتن هي لسردمي جاهلية دا خلشي دور كمسلمان نبون كرينو فروشتن ينبو جورانا ذكرت مالا باب زانين تشين. ما هي هذه البيوع التي كانت الجاهلية تتعامل بها وهي منهي عنها؟ مالا قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تندج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بذفر من في عمره عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع حبل الحبلة. طيب، ما حبل الحبلة؟ دو تفسيري هي. التفسير الأول البيع إلى أجل، التفسير الثاني بيع الجنين. يا كميان البيع إلى أجل، بيع حبل الحبلة يعني شي سك، يعني بون من أشتريك كسشيبو من بيتوكيبو نجاو بيتوكش سكيتيبو قوربو سكيبو أو بيتو أو جنينة أو نهي لك رأبوك مجهولة ومعدومة هر وجود يجاري آهد بي أنا بي الله أعلم، أما بيع مجهول ومعدوم نهي لك رأبوك. ياخد البيع إلى أجل يعني بيت بفروشي بو أو كاتك ناقك تشي دبي سك دكاتو بيتشوي دبي، أما يا ناقك خوي يا بيتشوي بيتشوكا تا أو كاتا كواتا هردوك يعني حبل الحبل إلى وقتي حبل الحبلة أو جنين الناقة التي هي غير موجودة أو جنين الجنين تيجي اشتبرا أودو جورة هردوشي، سواء البيع إلى أجل غير معلوم أو بيع شيء غير معلوم وغير موجود هردوشي لإسلام دا جائزنية. أما فرموي وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. لسردمي جاهلي دهاد مشتري شيء دفروش تا كي تا ناقة كتش دبيت بيتشوي دبي أنجا أويش بيتشوي دبي جا خدي بيتشوكيا جنينكيا ياخد كاتكيا هردو تفسيرك صحيحة هردو شيء لإسلام دار رجلي لكراوة. لا يجوز لك أن تبيع شيئا إلى أجل مجهول، ولا يجوز لك أن تبيع شيئا مجهولا شيئا مجهولا أو شيئا معدوما غير موجود. مل. قال عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. جوري دوم جوري كم تجيب بيع حبل الحبلة. جوري دوم بيع المنابذة، النبذ يعني الطرح، فريدان فريدان يعني بون من الدكان دارك كومل زور جلو بوشاتي لاي خوي دانا على سبيل المثال مشتري هي چه دي چه دي باشا كاك من دمي بلان بزانم چونا نا كبون فري داي بو بمولچيتو كفريم دابوت صار ملكا لك لسرتو حسابو دبي فاركم ديته. اي بيع ملابسه يا بيع ملامسه دز ليدان يلا ورا امانه سيري كدز لكام يان دي دبيته مولچيتو اي منابه
لإسلام ده دبي إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم دبي تجارتك به بازرگانيك به رزابوني هردو لايتي دابه اشتكى بيع شيء معلوم بسعر معلوم إلى أجل معلوم دبي لإسلام دوابه وكوشون لحديث كائن ترخون ما نوا البيعان بالخيار ما لم يتفرق فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما دبي الصدق هبه دبي بيان هبه نق أول يعني لفيلا دست لكام يام ذيبو بمالي خود يا كامن بفر ذيبو بمالي تو أما منابذة وملابسة ملامسة ملأ قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين الملامسة والمنابذة بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام نهي لدو جور بوشاك كردوا ولدو جور كرينو فروشتنش كردوا دو جور فروشتنك زاني من چيو چيا ملامسو دسلدان ومنابذة بوفردان باشا أي دو جور شوا جلبر كردنك چيا كنهي لكراوا الاحتباء واشتمال الصماء احتباء چيا يعني إنسان چيبكات ريك اشتمال الصماء جاري پوشاكك لخوي لفكات لخوي لول دات هيت شويني دستيشي نبي بيتا دروا او يعني لا پوشاكي انساني عاقل ناشي اصلا انساني عاقل وابكا كامل خوي لول دا ولا فكر دوا اما تيني پوشاكي انساني مسلمان نيا ما شاء الله ماشي قول لكم بخير بي بخير بي كتي كي اما كتي كاقالي بخير بي بابي يا اخوة يقول صالح وتمن ريجتك يا اخوة دانشي بتاكم دانشي باشا أما وثمان اشتمال الصماء أي احتباء احتباء فرمي ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء يعني كي بوشاكي كي لبر كردوه داج نشتوه هردو قاتي برس كردوته و أجنو كاني برس كردوته وجلي كي لبر لواني لجيرو عورتي دركويت لجيرو عورتي دركويت أما جديسان لا جاهلية ذهبوا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام نهي كردوا في وستا إنساني مسلمان لهيئة دا لجلو برقو بورشاكي دا بشيوازك به هم معقول به وهم مشروع به وستري عورتي بكاو مروءته كسايتي بيوا ديار به ولا ننسى أن ظاهر الإنسان يدل على باطنه الظاهر يدل على الباطن كما أن للباطن تأثيرا على الظاهر أما يعني علاقيتي ترديو عكسي يعني بتوي ونتوي تجليق لبركي أما التعبير وعنوان التي لناخيته يعني تماشي كسيتي الرياضيك دائما حزدك شورتك بوديتي يعني قول كرتي لبرو دائما حزدك هلبزيتو دابزيتو رابكاتو بجولتو أما الرياضية ديارة لشكل يو دياري أم بياوة كي هندي كسينا بياو بلام جلوبرجي لي جنچت جنا جلوبرجي لي بياو دچت بهر حال هاشا جلوبرجي چی پوشته مثلا افرته خويدا پوشي ولا سره تا خواروا اما يعني چی يعني بيد دله من افرته چی داوين پاچي بعزتي بغيرتي شكو برزم ورياب انتبهي انتبه من او كسانني مكبته يا غلطي بيبي اما جلكي او مان بيد دله اي عكسك اي تو جلي لبرك اي خوشي مسلمان جلي لبرك كرد به تصق به تنك به بوند لخود داو مفاتيني لا شد درخستوا اي ما تشي دله هم دله هلم هلم الي هيتلك بان قد كامه بويا نشا جل كساتين انسان كدر دخا وظاهر تاثيري هي لاسلام دا ناوكو توكلني لإسلام دا أونية بلي ولا كاكا شو كهندي كاس يهونون من شأن الظاهر أويك ظاهرة دلنا كاكا قرينية إسلام قرينجي برو كش نداوة يعني شيء بإسلام برو ريشتها بين أبي يكسته هيج فرقينية آخر بيغمبري قال عليه الصلاة والسلام فرميتي أعفو اللحى كاكا إسلام يعني بز ريشة كي وتوتي بز ريشة كي وتوتي إسلام بز ريشة بلام ريش إيشة ريش إيشة شكل إيشة كان هيئتي بياي مسلمانة باشا افرتي مسلمان پوشاكي شي شرعي لبره با بخود دين داريتي بجلنيه يعني شي استا افرته خورت كاتوا
لقال أوي بوشتبي وبحياة وبشرم يكشتا بلا بلا دل شرطة دل دل شرطة دي قد يا يعني وهذا كان ك حتى إسلام يكان هيا أنا بداخه ومع الأسف ديلم يعني أوى بوشي وازا ظاهري سنتي في أمر إخوة عليه الصلاة والسلام كهندي سنتي واجبة هندي سنتي مستحبة تقليل لشأني ذكى كامشتانا إيوة بشتير ركشة وقرتو تانا يعني شون بروكشة وقرتو مانا توحيد أصل إسلامه كاك دلين توحيدة تبي شرك دتخاطة جهنم دلين بشريك بأخوة دامنه نواج دلين قرنجي بيبدو نواج لجماعة دا واجبة إكواتا شون يعني بروكشة وقرتو مانا بلام شون پروردگار فرمويتي لناختان دا إخلاصتان هبه أواش فرمويتي لظاهرش دا اتباع سنتان هبه اتباع رسول إخواته النبي عليه الصلاة والسلام لا إما أوي أمر إخوة وبيغمر إخوة بقرنجة نحترم جميع أوامر الله ورسوله المتعلقة بباطن الإنسان والمتعلقة بظاهره أوي بيوندي بباطن مانا أوي بيوندي بظاهر مانا همي محترمة لا إما همي معظمة لا إما أمر إخوة وبيغمر إخوة دخين سرسر مان بجوريت وانا جيب جيدكين أما بين أوي كبيوندي بظاهر إنسان بلين هي جنية روكشة قرنجنية ووازل بنا أما غلطها وكاريشي زور زور يعني ترسناك براستي تاويل دي تمايز لبين مسلمان وغير مسلمان نامينه أويك يعني سيماي مسلمانيتي هشتوتو أهل السنة أهل السنة غير أهل السنة آفرتاني أهل السنة وبياواني أهل السنة بردروا زوري تير يعني جاينا كيتوا افرتي مسلمان لقال افرتي غير مسلمان بياوي شي مسلمان لقال بياوي شي غير مسلمان يعني فرق لبيني عند زور كما بداخو زور كما انا بوابت مسلمان خاوني شخصيته كسايتي وهيئته سيماي خويتي بيويستا بارزغاري لبكات مال احسن الله اليكم. قال رحمه الله: باب النهي عن التصرية والتحفيل. مال نهي لا تشيكراوا التصرية والتحفيل يعني لكاتي كريندا لكاتي فروشتندا بي يعني أو حيواني كدي فروشي بونمونا شيركي كوب كيتوا مثلا چن روجك نايدوشي چن روجك نايدوشي بوچي نايدوشي بوي لقوانكاني دا شيري زور كوبتوا لكاتك دا كدي فروشت خاونا كي تماشى ديكا أوي كده يكرت تماشى ديكا تلا سيريكا ما شاء الله ما شاء الله مشيري زور زورا كاتي كده يتوشي زورا بواد خلطه وواد زانيتشيا أما لأصل ده همو روجك أو برهمكيتي أماش برهمكينيا يعني جوركا لتي جوركا لا غش فرموي لا تصروا ببوشي وزهاتوا فرموي تصري جمع الماء في الحوض فأصله على هذا إنما ضمن الشارع اللبن المحلوب بالصاع رفعا للخصومة بهر حال كتو حيواني جواد كري مري جواد كري شيركي كوكرابو تشان روجي بو ندو شرابو استا بودر كوت كاكا ما فيل بو بلام شيركش الدوشي وحكم كيشي استا بيمان دلي ملي. أحسن الله إليكم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. وفي رواية: وهو بالخيار ثلاثة. وقال: صاعا من طعام. وفي رواية: ففي حلبتها صاع من تمر. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر. محفلة محفلة بورم دوتري يا أيها الحفل الكريم. الحفل يعني الجمع يعني اجتماع. تصرية والتحفيل هردو شي يعني دو وشن بلام ما أكو مانا هريكشتا كوبونوا 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 يشير لقواني بورم أو اشترى دا لقواني أو مرة دا. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وتی فرمون نه وشتر نمر نچن او اسلوب بکار بینن بو فروشتنی چن روجگ نه اندوشن تاوکو شیرکی زور ده به فمن ابتاعها او نهی کردو نهی للتحریم باشا که کسی کری فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرین بعد ان يحتلبها
اگر کریتو دوشیتو اما روزی یکم زور بو روزی دوم مشیره نما سیم مشیره نما استاتو لک خیاران دو اختیارت بو هيا ان شاء امسكه وان شاء ردها وصاعا من تمر كحزك بيها لتوا استابو دركو دوانيه قينا كاك واجن بتازم الرازيم تو بوته بلام كابري بايع جناح جناح باربو اي ك بتي بيقريني تو الشرع او حقي بي داويد بلا او حقي بي داويد بلام وصاع من تمر يعني تشوار مشتي اوا خرمه دقريني تو بو كابرا لبري تشيا او شريكه دورشيوتا بلام الى متى انت بالخيار تاكي تو اختياري حقي قرانوته فرمي وهو بالخيار ثلاثا ان جا فرمي وصاعا من طعام لا رواتك دا صاعا من تمر خرما بي هر خوارنك بي بوي دا قريني توا بلا هر اوه اوه كبير عمر باسي كردو عليه الصلاة والسلام كقران توا ما دام شيركي الدوشي ودبي أو يبوب قرين توا بلى أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب النهي عن بيع الحاضر للبادي وعن تلقي السلع. بيع الحاضر للبادي وثمان أويك الشارية شد بفروشي بولادي أما يعني وجهك حلالي تدا وجهك حرامي تدا وجه حرامك أويك تلقي الركبانة يعني تواب كيت في الله كابراه لا ديب كي وكوباس مانكرت كابراه يجي لا ديا فقيرا همو كسابتكي أو شوتي فروشية شا أوريدك أتا موسمي شوتي دي شوتي بكاتو دي بشكو بي فروششتي باري دسكي كا بي أوي بزان السعري بازار تيا شوتي تيا مثلا رفيقي كي هي يا ناسي او كي تليفوني وذاك فلانه كس شوتيكت بيجيتو بله دائما لذكرم بوندا بلي ذكرم بوندا بون منك قبلين يعني بارك شوتي باي 500000 بي ودله ب 100000 كبر لا ديش فقير نازان يضل لواني وابد استك ليك ري زرري لچدا للا دي كدا وللاي شو الزرر للشاريكا شلون زرر للشاري كلادي بكر بخلشي لاديكا خوي بيهنه باري شوتيكي هناوا او ببلي دي ببلي بفروشه بقرتوا زور باشا استك خوي باسراحت 500000 بوبكا بون مون ديلين اگر با سريعي بي بفروشه 400 بودكات استا خلشي شار استفاده كرد بهرزانتر فروشتي بلهم ضرري شي نكردوا ونبي ب 100000 كه بفروشه ب 400 فروشتي يتي بلهم اگر حاضر للبادي بيت كابراي شاري لي بكره دي ورد ورد دي فروشه لسر خلشي جراند كات با 500 و با 550 شتي وادي فروشه يعني شرع مراعاتي اوي كردو لا ضرر ولا ضرار نا بزرر لهيج لا يقبدري نا اهلي نا بايع نا مشتري نا اهلي شار نا اهلي لا دي بلى. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد. قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. سمسار يعني دلال. فرق بيع حاضر لباد لقل تلقي ركبان شيء. تلقي ركبان اوه كخود دتي تسر جاي قافله كان كلا شودن بازلغان كان كلا غندو لادي كان ودن دتي تسر جا كانو يكسر لي عندك ري بسعر شي هرزان لي عندك ري بوي بي باهل الشارب جرام بفروشيت ما زرد لهر دولاده اي حاضر لي بات شي حاضر لي بات ويتونه شو تسر جاكي كابرادت خلشي غنده مثلا هاتوا ديت انا وشاركه شو تو دبيني كتي توش في الله كيتو انصاف دنيا وجدان دنيا يعني قولي دبريت باشتي تشوا ك فيلي لبكيتو يعني ظلمي تدابه جاء ايه باجربه يا بغير اجربه يعني اگر باجربه بونمونه كابرا بتوبلت بتوبلكاك يمن بارد ددمه تو خلشي شاري بارد ددمه تو اشتانم بو بفرشه بو مساكوا اما يندرس تبالي درس ما تجارتك حلال مشكله نيه بالام او صورتك يعني حرام ونهي لكراوه او هيك دبيت السببي
هم فيال كردن لا لا كابراي بايع وهم إضرارش بأهلي مدينة ملا. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق. وفي رواية قال عبد الله كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام. قال اختلف في هذا النهي هل هو لحق الله تعالى فيفسخ وهو الذي أشار إليه البخاري بقوله إنه مردود وصاحبه آثم، والجمهور على أنه لحق الآدمي بما يدخل عليه من الضرر. ثم اختلف في من يرجع إليه الضمير، فقال الشافعي رحمه الله هو البائع فيدخل عليه ضرر الغبن فيكون صاحبه بالخيار. وقال مالك بل هم أهل السوق فيخير أهل السوق، ويختلف في النهي عن بيع الحاضر للباد على نحو ذلك. فارحال خلاف لودايا جار معنى حديثك لا يبيع بعضكم على بيع بعض بس ما انكرد وشرح ما انكرد، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق. ما تشون لسر رقابوي عنداني شنو لكابراي بكري بسعري شي كم وهرزان توشي زرري كيت أو خيريك أو تشاوري دكاحي نيوشي دزنك بيت أما نابه تا ديت بازاره بون منا چي من هيستا بازاري علوة من هي مثلا كابراي لا دهينة علوة استا حلالة تو لي دكري خلشي شاري تو لكابراي خلشي لا دي دكري هيتش شيقني بو چشنية كخوي هاتنا وبازار يعلوك وسعر كان دزانت همو دزانت واقعك برشاورونا بس كتبتي لسر قال يدانيشي او نازانت شونا بويا عبد الله فرمي كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام فنهانا النبي نبيع حتى يبلغ به سوق الطعام. درسي استمانة بياندنك هاك توزيعك بمده كاك تشيم نسخه الى بردسته ام نسخه تشيل برديتي دستي هندي ورقي نقصانه استورق كان تن بتوزيع دكن تشي اويلا وري غري تشي او نسخه الى ان نسخه كتري لعبه وري نغري مله براكم ما جاء خلافك الا شي دايه ايا اما حقي خواي فرودغارا يا حقي بائعه يا حقي مشتريه بوشي حرام خلاف لبين اهل العلم ده عموما نهي الإكراه إنسان برا كان من الشيخ خوتان دانيش بوتاندي دي فرمو. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب إلغاء الشرط الفاسد في البيع ولزوم الشرط الصحيح. لا كرينو فروشتن دا هر مرجع كفاسد بيت أو مرجع لغوة وهر مرجع كصحيح بي أو مرجع دبي بابندي بي لازمة دبي التزامي بيو بكرير كواتا مرجي فاسد التزامي في وناكره دي قدني التزامي في وناكره لغوة وشرطي صحيح التزامي في وذكره وبابندي دبيد أما جرينجا لي حالبين وكويستابو من باز دكات بله. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أرادت أن تشتري جارية فتعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتاق. وفي رواية ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتاق. عبد الله كريم فرمي عائشة داشي من داران أرادت أن تشتري جارية فتعتقها ويستي جاريك أفرتي كويلة بكرت وآزادي بكات باش عائشة دايو جارية بكرت بريرة، فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا. استاها أم فعل التعدي كذا بودو مفعول نبيعكها نبيعك إياها يعني هردو لغك صحيحة
نبيعك إياها لقال نبيعكها ملا بيت دفروشين بعائشان فرمو بيت دفروشين بلان بمرجك على أن ولاءها لنا يعني ولاي أو أفرتا بو إيما يعني بمري مثلا رجل رجان كدواي وآزاد ذكري بمري ميراتي هبي ميراتك بو كده قرتوا بو مولاكي دقرتوا سيدكي فذكرت ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها بفرمي في غمري خواه من ويستم أو جارية بكرم بلا مستم مرجي كيان دانا ودلين دبي ولا أكيبو إيما بي باشا من شيبكم في غمري خواه عليه الصلاة والسلام فرمي با أورد لي نقري جو مدى بو مرجي أوان بو فإنما الولاء لمن أعتق چونك لشرع دا ولاء عبد جارية كاتك آزاد دكرين بو أو كسي آزاد ياندكا بو كسي أزادي دكا تواو جو مدى بو قسيوان قسيوان لغوه هيجني هيج اعتباري بينا كريب استعى إشارة زي أخوة قوري ليبه كريب شرطي كي فاسده وا بلام شرط فاسده كاللغوة التزامي بيو ناكريت التزامي بيو ناكريت بلام موضوعي كي استعى قرين قباسي دكي بحديثة كتواو كين ففعلت عائشة انجا في عمري خوة عليه الصلاة والسلام هستاو بو خلش رون كرده وتاريده فرموي خلكانك بيوانك تشيانا مرجانك دادن ان كومله مرجك دادن ان لكاتي كرينو فروشتن لكتابي خوادانيه يعني بيچواني شريعتي خوايا ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل هر مرجك لكاتي كرينو فروشتن دا بندري ولا هرشتي جي تردا دا بندري لكتابك خوادانه او شرطه باطله او شرطه باطله باشا وان كان 100 شرط يعني كسكاتوش تك دفروشه 100 شرطي دانا هر 100 شرطك مخالف الشرعه استهموا لغوا بورو من تو كريتو پابندي هيچي نبوي پابندي هيچي نبوي تو او بوتير لشرع دا گناه بارني وحقي اوسط شرطش انكو تتسر لشرع دا ظلم باشا قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق يعني شرط كان اخوا بي وستا بتو وتبي پابندي بي دستي فيه وبغري ولازم تا نگو شرطاني مخالفي سنته استا لما حالي بوين بلام امرو او روجنيه كبي غنبري خو عليه الصلاه والسلام هستا وتاريدا وفرمي او شرطاني دات ان مخالفي سنته باطله تواو كسبويني داوايكات يعني دوايو كبي غنبري خو عليه الصلاه والسلام فرمي اي او كسانيك بريدتان بعائشه فرو شرطي باطلتان دانا وشرطكتان لغو هي جنيه دي انتواني دواي او بين داواي ولا لعائشه كان بلن هي بريده ولا بريده بو ايمه دي انتواني نا تواو ناتواني في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام أبطلها وألغاها بلام أمره إبطال نابته ودبيته مال بسرته بوشكو قانون سيدة قانون حاكمة قانون حاكمة يعني على سبيل المثال تو دتي شقيك ذكري لو شقيك ده شرطي كي باطلي تده كاكا أجر سري مانجلكاتي خوي باركد نهنا دبيت دولار زياد بدي دبيت 50 دولار زياد بدي أم شرطه باطلة يا باطلني أم شرطه باطلة باشا يعني اگر شرع حاكم بباطل الحساب شي بو مكان چون پیغمبر عليه الصلاه والسلام فرمي لا يمنعك ذلك لا يمنعك ذلك باو شرط هر دابرين جوشي بمدى جوشي بمدى بو انما الولاء لمن اعتق هذا شرعا فلام امر قضاء وقانونا الزام الدكا وهو باري زياده شد لي دستيني ك بريتيلا شي بريتيلا ربا انجا اي مسلمان جيب كاكواتا درست اوكين يعني إنسان مجر مضطر بيت شون تاري نمني دنا بهيت شوازي نتش تجير عقدي كوا كشرطي كي باطلي تدايا أجر شرع حاكم وايا بشتي تجير أو باروا كيشانية بوشون كلغوة لا يلتزم به بهذا الشرط فلام كشرع حاكم نيا قانون إلزام الدكا أو كاتتونات واني دبي خاضع بيبو أو شرط ريبويو وتسليمي بي أماش كاري كي خرابة ملا قال عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج يعني باسي شروطي بيع مانكر مثلا استباسي شروطي نكاح لشروطي نكاح فرموي حق ترين شايستترين بيوسترين مرج كبيوست بوفاي بيبكنو بيجين نجي بابندي بن أو مرجانيك آفرتك تان بي حلال كردو بو خوتان آفرتك تان حلال كردو بو خوتان كواتا ك
كالعقد نكاح كذا شرطك داندرابو لعقد نكاح شرطك داندرا لسرتو اي بياو او لهمو شرطك او لا تركا بابندي بي بيوستا او شرط جيب جيبكي ان احق الشروط او احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج استما فرت درايب ومرجا كتو اواب كيتو اواب كيت او مرجا لسر داندرا استابلي من نايكم بودني بلي نايك ناتواني بلي نايك ناتواني دبي بابندي بيت بابندي نبي گناه بار دبي گناه زور گور دكيو تسرتوا باشا دلين بلام شروط كان دو جورن يعني شروط من مقتضيات النكاح ومقاصده هندي مرجه الا مقتضيات نكاحه يعني خدي هاو سرجيريتي عقدك يقتضي هذه الشروط وان لم تذكر لكن ذكرت تاكيدا يعني لما لا كاتي عقد زواج ده او مرجانه باس يجنك لدبي هرهبه بلا مستك باس كراو باب التاكيد بو نمونه باوچيك تشبيت دله من بو مرجد الدمه ك ان تعاشرها بالمعروف بباشي ما ملي لك شكمكي باش سرچا قبول ما وشر شرطي دوم جلو پوشاچي بوبكي قبول ما شرطي سهم سكناي هبه دمیوک چکم سر به خود آبنی نامی بچی لگل کاملا شبره دای بنیت او مرجله سر سرچاو قبول ما باشه یعنی اما انا معاشره به معروف چی و چی یه همی پیوسته خویل اصل دعوا پیوسته استا که تو التزام کرد بالای ول توی مارکر دعای ولله کاک من ناتوانم کاک چیپ کم نابد اما واجب لسرد حقی کلا سرد بچوایی ما مالی لگل کی واب کی واب کی واب کی وچکو او شرطانه هیچی مخالفی کتاب خوانیه هيك مخالفي كتاب إخواني أي أما النوع الثاني الشروط التي تخالف مقتضى عقد النكاح ومقاصد الزواج هذه شروط باطلة أو مرجانيك لقال عقد زواج نايتوا من بو مرجع وكتاد دمتوا نابي بشي تلاي أي وشيتي نابي بشي تلاي يخو بوك الشنية لما لو دايني ما بس شيء هذه قد ما شرطك باطلة باطلة يعني اگر بيتو بياوها استا زور مشتريه زور متحمس دي بس بماريكم دواي خو بقسيناكم اي بو هي دواي بقسيناكا بل بو هي بقسيناكا بوچك او شرطي كباوك كدا ينابو تشيا او شرطي باوك كدا ينابو شرطي كي باطل او لغو لا يصح بل احسن عليكم يك قضيه ماوا هل يصح العقد مع الشروط الباطله ام لا يصح العقد يصح العقد ويلغى ماذا الشرط الفاسد عقدك صحيحة بلا مرج فاسدك أو اللغوة اعتدادي بي ناكريد استاذ دوشت مان باسكر الشروط الموافقة والشروط المخالفة بقيت شروط لا تخالف مقاصد الشريعة في الظاهر وليس هناك دليل يدل عليه في الكتاب صريحا ولا من السنة عندي عقدتين مثلا جواز مثلا ضل من بو مرجخ اذا اكتكم انت دمشني بس لنيني ايه اما انت اما قرصة مخالفي اي موافقه كاتم جوري سيما ها كاك ايه كاك احمد نص صريح واجبي كردو كجنبيني جني دو مسام نعم يتو خد التزامت كردو تو خد بالين بدي بلا من نايكم او مرجه تواو كخد قبولتها التزام بيوبك كخد قبولتها التزام بيوبك بوشي او نالت من بو مرجه الدمي بي دو بجني دو مسام حرامه نا او مخالفه وات بينال پیغمبر عليه الصلاة والسلام چی با علی فرمو رضای خواله به فرمی راضی من نیم کچی منو کچی دشمنی خوا کو کیت راضی نیم مرجی دانا یانا راضی نیه تو علی التزام پیو کرد یانا لوانی کسی بلا علی خود و ترجنی تری انا ایدلن خو پیغمبر خو علی صلی الله علیه وسلم نهی لینا کر کنا به جنی دوم بینه فرمی او افرت نابه او بینید او نابه بینید به هر حال با ما سیاست تخوا بنا جینا یا تعدد زوجات مشکله واز بینن كشكمتي
آفرتان زوري كان خوالوبون بياني تكهات السرباسي تعدد الزوجات هم يزيدوا بوا هوي بخبرات النبي كيف لما ما استأذنها ناكاك موضوع داخل نازل لبين بسم الله أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ذكر الربويات وأصنافها وذكر الصرف. بلى أوش تاني كربوين بزانين تشين كربايان تعداد دروس دبيت كبمرجي خوي وشوازي خوي نبي جوركانيان تشين وصرفيش بارا غورينوا أوش من باسكر بلام ليرب بزانين تشي زياتري تدايا. بلى قال عن مالك بن أوس رضي الله عنه أنه التمس صرفا بمئة دينار فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة وعمر يسمع ذلك، فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذه منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بال الذهب شيء؟ الذهب بالورق، الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والورق بالورق ربا إلا هاء وهاء. هنا الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء. لا لا خطأ، الذهب بالذهب، الذهب بالذهب إلا هاء وهاء، ربا إلا هاء وهاء، الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء. أحسن الله إليكم. قال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. مالك كريوز ده فرمي التمس صرفا بمئة دينار، يعني دواي كرت بشتيب قورته وبصد دينار ماشا طلحي كري عبيد الله بانجي كرمو تراوضنا، يعني ريك كوتين كالسرسع لك وقورينوا حتى اصطرف مني فأخذ الذهب يقلبها في يده. زيركي لمن ورقرتو هر لدستي دا بهنا ودي بردوتي صبر بقرا حتى يأتي خازني من الغابة ك وشوم لي أمين داركام أوي لسر قاصة كما محاسبة كم بيت كجيشت باركة بودينو دداتي عمر رضا يا أخوي قوري لبيت جوي لوبو فرمي والله نابي لي جابي توا تا باركي لي وردقري تا لمجلس كدان مشكلة نية بس بولي مجلس جيبي علي تدواي بيتو بو باري يا دواي بود بنيره او ربايه فرمي چونك جمله پیغمبري خواب عليه الصلاه والسلام فرمي زير بزير ربايه الا ها تبليها يعني خذ اجبلها استلم او دبيت دس بدس بي اجنا دبيت ربا وهروها جنم بجنم ربايه الا شي ها او ها لو انا كسب له. طيب هل العاقل يبيع البر بالبر، يبيع الدينار بالدينار، يبيع الذهب بالذهب؟ اشتواها يا بالله هي شوني قن ميجي باش دقل قن ميجي خراب، خرمائي جي باش دقل خرمائي جي خراب، بيقوري توا نابت مثلا خرمائي جي باش دقل خرمائي جي خراب يقبدو بيقوري توا نابت دروز نية وتما صد دولاري خر لقل صد دولاري وردا نابت إلا دبيت دست بدست بيت. يعني چي دست بدست؟ واتنابي چي تبكويت نابت نسيئة تيكوه أي فضل تيكوه دبه نابت فضل شي تيكوه بوشي لم حديثة دا باسي مثلا بمثل نكرا لكاتك دا نمونا كان چينا اتفقت الأجناس والأنواع دبوايا چيش باز بكره مثلا بمثل جوانيا بوشي باز نكراوا بوشي عمر وي باز نكر رضا إخوالي به اخو هر صرفه دولار بدولار بي يا دولار بدينار بي هر صرفه هر دو شي صرفه نا نا اجي ها غورنور نا جاو بسياره كي كردم يعني اگر وكو يك من غورنيو نا به سام 100 دولار يشي خرم هي دمي بوم كي وردا 100 دولار او غورنونيا يعني كتراضيها ولا سر الربا جائزه ها أحسنت أجبت وأصبت آفرين شيء شكا أوي عمر رخني لي قرتن لسر مثلية نبو شكوان هر وكو يقدي عن قريوا بلام خريج بو مجلسك جيب يلا دواتر بو يبنيره خلافك لو بو عمر لو نارازي بو فرموا شيء كان خريج دز بدز نبت نابت شتيوا دبت دز بدز به
أما مثل بمثليتك موجود ببوي باسي نكر بلى. قال عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء والفضة بالفضة إلا سواء بسواء وبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم. أها أما مرزي دومي باسكر ليرة فرمي لا تبيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء مرجي يكم لحديثي يكم بوشيبو يدا بيد ها أوها أو مقابضة مرجي دوما كي مماثلة مساواة فرمي إلا سواء بسواء كواتا هردو مرج بيويستا بلا بلا مكاتي كتو دبيني لحديثك دا مرجيك باسكراوا أما سياقك واي خواستوا واقعك واي خواستوا كأوشتا باس بكري مانا أونية هموشتكاني باسكر دبيت بويا دبيتو تجمع بين الأحاديث حتى تفقه الموضوع فقا صحيحا بلا جوان تيب جي حديثك كان همو السير كي. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض وعلى بعض ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع منها غائبا بناجز. أم حديثة هردو مرجك أي باسكرت فرموي صلاة والسلام إخواني السربي زير بزير مفروش إلا مثلا بمثل نبي هذا الشرط الأول المماثلة ولا تشفوا أي لا تفضل بعضها على بعض يعني زيادة نابي زيادة تدابه يجي كان لأوي تريان زياد بن نابت ولا تبيع الورق بالورق أي الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض نابي زيادة تدابه إلى هنا ذكر الشرط الأول فما هو الشرط الثاني ولا تبيع منها غائبا بناجس غائب بحاضر نفروشن بونو منا تو ديناري حاضر تبي بلام دولارك جاري حاضر نيا يا دولارك حاضر او تمنك حاضر نيا نابت دبيت شي بي هر دو شي اما دبيت مله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب من قال لا ربا إلا في النسيئة. دي قد يفرمي أو أني كدلين يا أوي كوتويتي لأهل علم ربا تنها لتأخير دايا أما زيادة ناجت الربا طبعا أما غلطها بويا تبناي أو قولي نكر أو أني كوادلين تبناي نكر بلي بزانين. قال عن عمرو بن دينار أن أبا صالح الزيات أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم فقلت له إن ابن عباس لا يقوله. فقال أبو سعيد سألته فقلت أسمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله؟ فقال كل ذلك لا أقول وأنتم أعلم برسول الله مني ولكن أخبرني أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في النسيئة. بلى دفرمي جم أبو سعيد خدري بو فرمي دينار بدينار درهم بدرهم أبو صالح زياتش دفرمي بلام ابن عباس وانالت ابن عباس دفرمي الربا كاتك دروز دبي كتأخيري تدابت أجينا زيادة هشبت شن نية. أبو سعيد فرموي قال أبو سعيد سألته بلى فقلت أسمعته من النبي عليه الصلاة والسلام باش أمقسي كديكي لبيغمبره وبيشتو تيابو خود لقرآن واتيقيشتو يفهمي خوتا فرمي هيج بوانا نعلم إلا من دلم إيه ولا من شارة ذاترين با قولي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام بلا من أسامة بيراقين دمك بيغمبر عليه الصلاة والسلام فرميتي لا ربا إلا في النسيئة ربانيا إلا لنسيئة دانا به نسيئة شيئة التأخير يعني ربا التأخير لقد يبرع أما آفتة أما مشكلة مشكلة كتشيئة كتو حديثك ببيني حديثك كاني ترنبيني لسريك حديث بريار بدي أما كي يشد رزدك لسريك حديث بريار بدي كي يشد رزدك أو كسيك أهلي فتوايا أو كسيك برسياري الشرعي لذكره لابد أن تنظر في الأدلة كلها أدلة الباب أدلة الموضوع تجمعها ثم تخرج بنتيجة دبي همو الدليل كاني أو بابتا تماشاكي إنجان فتوى بدي لا تقتصر على دليل وتغفل عن الأدلة الأخرى چونك تو هر يك دليل سيركي دليل كاين تر لبرچاو نغري او فتواك دروز نابه استا
أمسي حديثي بيشو ترك باز ما كرت حديثي يكن بس شي باز كرت ها ها أو ها بس مقابضة إذا كسيك بس هو حديث بينه دلكاك بس دس بدس بتواو ربانية حديثي دوم بس شي باز كرت سواء بسواء بس مماثلة بوي أويك بس هو بينه دلكاك بس يعني وكو يك بنشي عشان يبقى تأخيرش به أي أوي حديثي سامج دبسته نا دلك في عمر عليه الصلاة والسلام دوم رجي باز كردوا بوي كاتك تو حديثك دبيني نشي لخوته وفتوى عبدي أماش كيشيا بون منا جنجك دسي كردو بطلب علم هندي بلقو أدي اللي بيستوى لشتيك دا يكسر دس دكابة فتوى دان براكم وريابة وريابة وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون لهر بابتك دا كويش تتقصيتي دا بكي تاوكو أدي اللي أو بابتك كونا كي توا نشي قصيتي دانكي مثلا آفتي أمرو كغلول تكفير دا غلول تبديع دا درزبو سبب كي أوي غلول تكفير دا يق آياتيان بيوتوا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون تاو فقيرت شاوي شويرة دو آياتي ترنابينين فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون نايبينين بس فأولئك هم الكافرون بابا أوي حكم بشرع إخوانك كافرة إيرولوجي أنتو دو آياتي ترهبون إخواني توا ندبيش دو مقر إيه جاري دفرمي ظالم جاري دفرمي كافر كواتا سيكا سي حكمي هي سي هر سي حكم بشرع إخواناك بلام يشي كان بي كافر دبي يشي كان بي ظالم دبي يشي كان بي فاسق دبي استا بوچو يكم دور قرتواز لوي تر هنا يا بعكسوا توبلي والله بابا هر شي وازك حكم بشرع إخوانك قد كافر نابي بس فسقه بي فاسق دبي وطاو اي فولايكم الكافرون نابيني غلطي كاك توش غلطي او تنروي او شلروي اما لبابتي تكفير لبابتي تبديع دا كاك بيستويتي ولا سلفي صالح وتويانا أقربيتو لقل جولكيك لقل قاوري قنان بخم بلا مؤسانتر لقل مبتدع قنان بخم أقر لقل جولكيك جيران بباشتر لقل اوي مبتدعيك أقر استا او نصي بيستوى أقاي لمقاصد شريعة وعمومي أدلانية لم لا لمعرضي دعوة دا تو دبي دعوة منافقيش بكي دعوة مبتدعيش بكي دعوة كافريش بكي كاك تو داعيد بيوجد كاتي كليبي المؤمن الذي يخالط الناس ولا يصبر على ذم وهذا زاني استا كهر سنية لقى المبتدعي قوستا انتهى أمره واحترق فيلمه طوى كتايب وصرت مبتدعا واني برا واني تو يق نصي كد بيستو يكسر هاتي حكم دل سرداء بوي توشي إفراط تفريط دبي أدي اللي كان كوكروا أنجاد بيني كاك في عمر يخو عليه الصلاة والسلام لقى الجولة كيك دانشتوا كورا لقى النصرانية دانشتوا قصي لقى الكردو قفتو قوي لقى الكردوا لقى المنافقك دانشتوا قفتو قوي لقى الكردوا لقى المشروب خورك دي هنا في عمر عليه الصلاة والسلام قفتو قوي لقى دكا تو جاواز موضوعك بي رفاقتي بكي ولا من توا ومن لمودوا دوستاتي ورفاقتي فلان دكا مهستان مدانشتن مرويشتن مچون مو لقال فلانة كسي بون منا منافق يا كافر يا مبتدع نعم ضل خطر انتبه المرء على دين خليله بلام تو نبيت خليلي كاك مصلحة واد أخوازي أمره لقال جولك هيك دابني شم كملق سيبيكم بو ما جولك يا أخو نبيت جولك لقال إذا نجتي أي لقال مبتدعك بو ما مبتدع كاك نابت مبتدع بو برايبرزم بو يا أمشن حديثي بيني ما عندي قد يا هر حديثي بوارك باز دكا كتو أجد لها مين به بنتيجيك خرافة ودردة شي بنا بخوا يا من تريد بأحمد النسبة ترجو به أن تصعد الرتبة وتعيش في روض تنال به خير الحديث بصحة كتبا.